تبارك الله لنا كل حين لنا وكل أوان وإلى دائر الدائرين آمين. المجد لك أيها المجد لك أيها الملك السماوي أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالحات ورازق الحياة هلم واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا إلى أعوام عديدة يا سيد قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا سيد تجاوز عن سيئاتنا يا قدوس اطلع واشفي امراضنا من اجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدائرين امين. ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد الآب والابن والروح القدس لا نعكر دار الدائرين آمين. يا رب ارحم 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 يا رب ارحم. هلموا لنسجد ونركع لملكنا وإلهنا هلموا لنسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا هلموا لنسجد ونركع للمسيح هذا هو ملكنا وربنا وإلهنا. مع بعض ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رأفتك امحو ما أثمي اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني لأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك ها أنا ذا بالآثام قبل بي وبالخطايا ولدتني أمي لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها تنضحني بالزوف فأطهر وتغسلني فأبيض أكثر من الثلج تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة أعرض بوجهك عن خطاياي وامحو كل ما آثمي قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني امنحني بهجة خلاصك وبروح رياسي يعضدني فأعلم الأثم طرقك والكفر إليك يرجعون نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك يا رب افتح شعبك
شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، لأنك لو أردت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المتخشع والمتواضع لا يبذله الله. أصرح يا رب مسرتك صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجوب. إن أولاد الذين نجوا من الغرق قد أخفوا تحت الثار الإلهي الذي أغرق قديما في أمواج البحر الماردة المضطهد، وأما نحن فلنسبح الرب كالفتية، لأنه بالمجد قد تمجد. المجد لك يا إلهنا، المجد لك أيها الرب إلهي، أسبح بمراث لدفنك وأنظم لك نشائدا، يا من بقبرك فتحت لي مداخل الحياة وبالموت أمدت الموت والجحيم. المجد للآب والابن والروح القدس، إن الذين فوق العالم والذين تحت الثرى لما رأوك في العلاي على العرش وفي القبر أسفلا بويتوا مرتعدين من موتك، لأنك يا عنصر الحياة شهدت ميتا بحال تفوق العار. الآن وكل وان وإلى دار الدهر نمين، لقد انحدرت إلى أعماق الأرض لكي تفعم الكل من مجدك، لأن قنومي الذي في آدم لم يختفي عنك، ولما دفنت جددتني أنا المنفسد يا محب البشر. إن أولاد الذين ناجوا من الغرق قد أخفوا تحت الثرى الإلهي الذي أغرق قديما في أمواج البحر المارد المضطهد، وأما نحن فلنسبح الرب كالفتية، لأنه بالمجد قد تمجد. إياك يا من علقت كل الأرض على المياه من غير عمد، لما رأتك الخليقة في الجلجلة معلقا شاملت دهشة عظيمة وصرخت ليس قدوس سواك يا رب. أيها السيد قد ظهرت علامات كثيرة مشيرة إلى دفنك، وأما الآن فقد أعلنت خفيتك كإله وإنسان حتى للذين في الجحيم، فصرخ هاتف ليس قدوس سواك يا رب. المجد للآب والابن والروح القدس، لقد بسطت كفيك يا مخلص، فاتحدت المتفرقات قديما، وباندراجك في السبان والقبر حللت المغلولين هاتفين ليس قدوس سواك يا رب. الآن وكل آوان وإلى دار الدهر نمين،
لقد احتوى عليك قبر ذو ختوم باختيارك أيها الغير الموسوع، فإنك يا محب البشر بالأفعال أعلنت قوتك بعمل إلهي للمرتلين، ليس قدوس سواك يا رب. إياك يا من علقت كل الأرض على المياه من غير عمد، لما رأتك الخليقة في الجلجلة معلقا شملتها دهشة عظيمة وصرخات، ليس قدوس سواك يا رب. أيها الصالح إن حبق وقى سبق فشاد تواضعك الإلهي حتى الصليب فانذال صارخا، لقد حسمت عزة الأقوياء بما أنك قادر على كل شيء، لما ظهرت للذين في الجحيم. المجد لك يا إلهنا المجد لك، لقد باركت هذا اليوم السابع الذي باركته بدءا بالراحة من العمل، لأنك أبرزت كل شيء وجددته وأعدته إلى حالته القديمة وأثبت يا مخلص. المجد للآب والابن والروح القدس. إن نفسك بقوة كونها الأفضل قد غلبت الجسد الأضعف، فمزقت قيود الجحيم والموت كليهما بعزتك يا محب البشر. الآن وكل أوان وإلى دار الدهر آمين. أيها الكلمة إن الجحيم لما استقبلتك تمرمرت لمشاهدتها إنسانا متألها موصوبا بالكلوم وهو القادر على كل شيء، فمن هذه الصورة الرهيبة صاحت مرتعة. أيها الصالح إن حبقوق سبق فشاد تواضعك الإلهي حتى الصليب فانذال صارخا، لقد حسمت عزة الأقوياء بما أنك قادر على كل شيء، لما ظهرت للذين في الجحيم. أيها المسيح إن أشعيا لما أبصر النور الذي لا يغرب الذي لظهورك الإلهي الصائر إلينا بإشفاق ادلج من الليل هاتفا، الموتى سيقومون والذين في القبور سينهضون وجميع الذين في الأرض سيبتهجون. المجد لك يا إلهنا المجد لك. أيها الخالق لما صرت ترابيا جددت الترابين والسباني والقبر أعلن سرك الخفي أيها الكلمة، لأن يوسف المتقي ذا الرأي الصائب
رسم قصد والدك الذي جددني بك بجبروت عظمته. المجد للآب والابن والروح القدس، إنك نقلت المائت بالموت والفاسد بالدفن، لأنك كما يليق بالله صيرت بالموت الجسد الذي أخذته غير فاسد وجعلته غير مائت، لأن جسدك لم ير فسادا أيها السيد، ونفسك بحالة غريبة لم تترك في الجحيم. الآن وكل آوان وإلى دار الدهر نميم. قد ولدت من بتول لم تعرف نفاسا، وطعنا جنبك بحربة يا خالقي، فصنعت منه إعادة حواء لما صرت آدما ورقدت رقادا محيا للطبيعة بما يفوق الطبيعة، وأنهضت الحياة من الرقاد والفساد بما أنك قادر على كل شيء. أيها المسيح، إن أشعيا لما أبصر النور الذي لا يغرب الذي لظهورك الإلهي الصائر إلينا بإشفاق، ادلج من الليل هاتفا الموتى سيقومون والذين في القبور سينهضون، وجميع الذين في الأرض سيبتهجون. إن يونان النبي قد أمسك لكنه لم يطبط في جوف الحوت، وبما أنه كان رسما لك يا من تألم وأسلم إلى الدفن، خرج من الحوت كما من خدر وصرخ نحو الحراس قائلا: باطلا وعبثا تحرسون أيها الحفظات، وقد أهملتم رحمتكم. المجد لك يا إلهنا، المجد لك أيها الكلمة، لقد قتلت لكنك لم تنفصل من الجسد الذي ساهمت به، لأن لو انحل هيكلك في حين الألم إلا أن أقنوم لاهوتك ونسوتك واحد فقط، وفي كليهما لم تزل ابنا فردا كلمة الله إلها وإنسانا. المجد للآب إنسانا لا إلها، لأنه ولو تألم جوهر جسدك التراب
إلا أن له تكال بث منزان عن الألم وحالت الفساد إلى عدم الفساد وبالقيامة أوضحت ينبوع الحياة غير الفاسدة الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين آمين إن الجحيم قد استولت على جنس الأنام لكن لا استيلاء مؤبدا لأنك أيها المقتدر لما وضعت في قبر حطمت أقفال الموت بالقبضة المحية وبشرت الراقدين منذ الدان بنجاة حقة إن صرت بكرا للأموات يا مخلص إن يونان النبي قد أمسك لكنه لم يضبط في جوف الحوت وبما أنه كان رسما لك يا من تألم وأسلم إلى الدفن خرج من الحوت كمن خدر وصارخ نحو الحراس قائلا باطلا وعبثا تحرسون أيها الحفظة وقد أملتم رحمتكم عجب لا ينفصل وهو أن الذي خلص الفتية الأبرار من السعير في الأتون قد وضع في القبر ميتا عادما نسما لخلاصنا ونجاتنا نحن المرتلين مباركون أنت أيها الإله المنقذ المجد لك يا إلهنا المجد لك إن الجحيم طوعن وفني بقوات النار الإلهية لما اقتبل في قلبه المطعون بجنبه بحربة لخلاصنا ونجاتنا نحن المرتلين مباركون أنت أيها الإله المنقذ المجد لك يا إلهنا المجد لك إن القبر سعيد لأنه ظهر إلهياً لما اقتبل ضمناه كنز الحياة الخالقة كنائم لخلاصنا نحن المرتلين مباركون أنت أيها الإله المنقذ المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين آمين إن لاهوت المسيح كان واحدا بغير انفصال في الجحيم وفي القبر وفي عدنا ومع الآب والروح لخلاصنا نحن المرتلين مباركون أنت أيها الإله المنقذ عجب لا يفصل وهو أن الذي خلص الفتية الأبرار من السعير في الأتون قد وضع في القبر ميتاً عادما نسما لخلاصنا ونجاتنا نحن المرتلين
مبارك أنت أيها الإله المنقذ. للناهلي مرتعدة أيتها السماوات، ولتتزلزل أساسات الأرض، لأن الساكن في العلاء قد حسب بين الأموات، ويضاف في قبر حقير. فيا فتيان باركوه، يا كانة سبحوا، يا شعوب ارفعوا إلى جميع الأدهار. المجد لك يا إلهنا، المجد لك، لقد انحل الهيكل الطاهر، ثم قام منهدا معه الخباء الساقط، لأن آدم الثاني الساكن في الأعالي قد انحدر نحو آدم الأول إلى أقصى مخادع الجحيم. فيا فتيان باركوه، يا كهنة سبحوه، يا شعوب ارفعوه إلى جميع الأدهار. المجد للآب والابن والروح القدس. إن التلاميذ فقد فقدوا جراتهم، وأما يوسف الذي من الرامة فإنه أبدى جورة وشهامة، فإنه لما شاهد إلى الكل ميتا عريانا طلبه وجهازه هاتفا، يا فتيان باركوه، يا كهنة سبحوه، يا شعوب ارفعوه إلى جميع الأدهار. الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين. يا له من عجب باهر، يا له من صلاح، يا له من احتمال لا يوصف، لأن الساكن في العلا قد ختم عليه تحت الأرض بإرادته، والإله اتهم كضال. فيا فتيان باركوه، يا كهنة سبحوه، يا شعوب ارفعوه إلى جميع الأدهار. نسبح ونبارك ونسجد للرب. للناهل مرتعدة أيتها السماوات، ولتتزلزل أساسات الأرض، لأن الساكن في العلاء قد حسب بين الأموات، ويضاف في قبر حقير. فيا فتيان باركوه، يا كهنة سبحوه، يا شعوب ارفعوه إلى جميع الأدهار. إذا وارد لما النور بالتسابع لا تنوحي علي يا أمي، إذ ما شاهدتني في قبر، أنا ابنك الذي حبلتني
بإيمان وشوق يعظمونك. المجد لك يا إلهنا، المجد لك يا ابن الأزل. إني نجوت من الأوجاع في حين ولادتك الغريبة، فتطوبت بما يفوق على الطبيعة، والآن لما أشاهدك يا إلهي ميتا عادما السماء أطعن بحربتي، الحزن بمرارة، لكن انهض لكي أتعظم بك. المجد للآب والابن والروح القدس يا الأرض قد حجبتني بإرادتي، وأما بواب الجحيم فارتعدوا لمشاهدتهم إياي، متوشحا حلة مخضبة بالانتقام، لأني قد قهرت الأعداء بالصليب بما أني إله، وسأنهض أيضا وأعظمك. الآن وكل أوان وإلى دهر الدهر آمين. تفرح البرايا ويبتهج الأرض كافتان، لأن الجحيم والعدو قد سبيا، ولتستقبلني النسوة بالطيوب لأني أنقذ آدم وحواء وكل ذريتهما، وأنهض في اليوم الثالث. لا تنوحي علي يا أمي، إذ شاتني في قبر أنا ابنك الذي حبلت به في أحشائك بلا زرع، لأني قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي،
قدوس الذي لا يموت ارحمنا، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا، المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دار الداهرين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس لنا كل أوان وإلى دار الداهرين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجواري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد والآب والبر والقدس لا نعبد كل وان وإلى دار الداهرين. آمين. ارحمنا يا الله بحسب عظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. وأيضا نطلب من أجل المسيحيين حسن عبادة الأرثوذكسيين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل المسيح، من أجل أبينا وبطريركنا Theophilus. Kyrieleison, Kyrieleison, Kyrieleison. وأيضا نطلب من أجل أبينا ورئيس كهنتنا كريستوفوروس. فالكم كرم لكل إخوتنا في المسيح. Kyrieleison, Kyrieleison, Kyrieleison. وأيضا نطلب من أجل أبينا ورئيس كهنتنا بنادكتوس. إسبولايتي ديسبوتا. وأيضا نطلب من أجل الرحمة والحياة والعافية والسلام والخلاص لعبيد الله جميع المسيحيين الحسن عبادة الأرثوذكسيين وزوار القبر المقدس وكل المحسنين إليه والمنضمين إلى هذه الكنيسة المقدسة وكل المحسنين إليها والساكنين والموجودين في هذه المدينة ونسائهم وأولادهم ومن أجل افتقادهم وصفانهم وغفرانه خطاياهم. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وايضا نطلب من اجل المطوبين دائم الذكر باني هذه الكنيسه المقدسه ومن اجل جميع الراقدين من ابائنا واخوات الارثوذكسيين الثاوين على حسن عبادتنا وفي كل
مكاني. كيرياليسون كيرياليسون كيرياليسون. وأيضا نطلب من أجل إخوتنا القائمين بالخدام والغائبين في الغربة ومن أجل الذين يصنعون الرحمة والذين صنعوا مع هذه الكنيسة المقدسة والذين يخدمون والذين قدموا فيها. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل الذين يثمرون يعملون في هذا الهيكل المقدس الشريف والذين يتعبون ويرتلون فيه ومن أجل الشعب الواقف المنتظر من لدنك الرحمة الغنية العظمى. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. لأنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين أمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. باسم الرب بارك أي سيد القديس. أيها المسيح إلهنا الحقيقي يا من قام من بين الأموات لأجل خلاصنا أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم بقوة الصليب الكريم المحيي بنعمة القبر المقدس القابل الحياة بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأساد وبتدرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم والقديسين المجيدين الشهداء الحسن الظفر وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله والقديسين المشرفين الملكين المعظمين المتوجين من الله المعادلي الرسل قسطنطين وهيلاني وأبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم رئيس ساقفة القسطنطينية والقديسين الصديقين جدي المسيح الإله يواكيم وحني وجميع قديسيك ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر. يطفو الأضوية. Thank you.
فادي لخادي فادي لا هلموا خذوا نورا من النور الذي لا يعروه مساء ومجد المسيح الناهض من بين الأموات لنكن مستعدين لاستماع قراءة الإنجيل المقدس إلى الرب إلهنا نتضرع الحكمة فلنستقم
استمع قراءه الانجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشاره القديس مرقس الانجيلي البشير. فلنصغي. لما انقضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلوما حنوطا لياتنا ويدهنا يسوع. وبكرنا جدا في أول الأسبوع واتينا القبر وقد طلعت الشمس، وكنا يقولنا فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعنا فرأينا الحجر قد دحرج، لأنه كان عظيما جدا. فلما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء، فانذهلنا. فقال لهن: لا تنذهلن، أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب. قد قام، ليس هو هاهنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه. فاذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس: إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا سريعا وفررنا من القبر، وقد أخذتهن الرعدة والدهش، ولم يقلنا لأحد شيئا، لأنهن كنا خائفات. Του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κυρίων των Θεών ημών οικετεύσομεν. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ασαλάμου λιτζαμίακου. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Διαγενωμένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαλίνη και η Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα ή να έλθουν σε αλήψωση των Ιησούν. Και λίαν πρωί της μίας Σαββάτων έρχονται επί το μνημείον ανατήλαντος του ηλίου και έλεγον προς εαυτάς της αποκλήσιμην των λίθων εκ της θύρας του μνημείου. Και αναβλέψας θεωρούσιν ότι αποκλείστε ο λίθος ειν γαρ μέγας φόδρα. Και εισελθούσε εις το μνημείον
είδον εάν ίσκιον καθήμενον εκ της δεξής, περιπεμπλημένον στον ηλευκήν, και εξεθαμβήθησαν. Οδε λέγει αυτές, μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των εσταυρωμένων, γέρθει ουκ εστιν οδέ. Είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει ημάς στην Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεσθε, καθώς είπεν ημίν. Κι εξερθούσε ταχύ, εφήγον από του μνημείου. Είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδεν ιουδεν υπόν εφοβούντο المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر المحيي غير المنقسم كل حين الآن وكل وان وإلى دهر داهرين المسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين في أني إكنكرون ثاناتون باكيساس كتي Nimasin zoin barisa al masih qam min bainin amwat wadasa maut bil maut ويتبدد جميع عداهم ويهرب مبغضوه من أمام وجههم كما يبادي الدخان يبادون وكما يدب الشمع من قدام وجه النور مسيح كذلك تهلك الخطا من امام وجه الله
والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور. الذي صنعه الرب لنفرح ونتهلل به. المسيح قام المجد للاب والابن والروح القدس. سلام إلى الرب نطلب. أجل السلام نفوسنا إلى الرب نطلب. أجل سلام كل العالم حسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. أجل هذا البيت قدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. يا بينا بطريرك ناثيوفيلوس الآن المكرمين الخدام في المسيح جميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل أبينا ورئيس كهنتنا بنيديكتوس إلى الرب نطلب. من أجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه البطريركية والمطرانية وهذه المدينة جميع المدن والقرى المؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض من ثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. من أجسنا في البحر والمسافرين في البر والجو والمرضى والمضنين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلة القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله. يا أخو ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الأب والابن الروح القدس
الآن كل وان وإلى داخل داخلين. المجد. من هو هذا ملك المجد؟ هو الرب القوي والقدير، الرب القوي في القتال. ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم، وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية، ليدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ هو الرب القوي والقدير، الرب القوي في القتال. ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم، وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية، ليدخل ملك المجد. يدخل ملك المجد، رب الجنود. هذا هو ملك المجد، خريستوس أنستي. المسيح قام من الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. كريستوس أنستي.
المسيح إلينا قد أجزنا من الموت إلى الحياة ومن الأرض إلى السماء. نحن المنشدين نشيد النصر والظفر. سجدوا لقيامتك المقدسة يا رب، سبيلنا أن ننقي حواسنا فنعاين المسيح ساطعا كالبر الذي هو بنور القيامة الذي لا يدنى منه، فنسمعه قائلا علانية افرحوا ونحن منشدين لشيد النصر والظفر. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين. لتفرح السماوات ولتتهلل الأرض بواجب اللياقة، وليعيد العالم كله الذي يرى والذي لا يرى، لأن المسيح قد قام سرورا مؤبدا. أبنائي يوم القيامة فلتلل أيها الشعوب. أبنائي المسيح قام. إذا لاحظتوا في البداية كل سنة وأنتوا سالمين، نحن هلأ بعد ما دخلنا على الكنيسة ونحن نرتل المسيح قام، وشفتوا الكنيسة كانت مطفية، وبالتالي هو لنزول المسيح للجحيم، وبنزوله للجحيم حل رباطات الموت ووهب الحياة للذين في القبور. عشان هيك دخلنا على الكنيسة وانضوت الكنيسة بنور القيامة، بنور المسيح القائم من بين الأموات. هذا النور اليوم كمان الأجانة من القبر الخلاصي، من المدينة المقدسة، من القدس الحبيبة. فبترجاكم إذا منقدر رح نطلب من أبنائنا المرتلين إنه يكون ترتيلهم سريع، عشان أنتوا كمان تضلكم معنا، ما تتركوا المسيح اليوم بقيامته، حتى نكون كلنا مع بعض، كلنا نحضر القداس الإلهي، قداس الفصح، وبعدين نتناول ونروح بسلام لبيوتنا، لأنه أبنائي هذا هو الفرح، هذا السلام، وهي النعمة اللي منحملها في قلبنا بنور القيامة. هذا هو الفرح اللي بعطينا إياه قيامة المسيح. فبدي أترجاكم يضل في هدوء في الكنيسة، يكون في هدوء حتى نحافظ على جو القيامة الروحي، الصلاة، لأنه بهمنا أبنائي أعيادنا ما تتحول لمظاهر احتفالية واجتماعية فقط، ولكن أهم إشي ما تفقد جوهرها الروحي، أهم شيء يا أبنائي. قديش نحن محتاجين بيوتنا، وطننا، وطننا بمر بظروف صعبة، القدس الحبيبة بتمر في ظروف صعبة. قديش مهم إن كلنا نوقف موقف صلاة، موقف روحي، حتى نرفع صلاتنا، حتى ربنا يكون مع جلالة ملكنا، حتى يكون مع وطننا، حتى يكون مع كنيستنا، حتى يكون مع أبناء الوطن كلهم، حتى فقط بالصلاة بالحياة الروحية بنقدر نتجاوز كل المحن والضيقات والمصاعب. فربنا يبارككم أبنائي من كل قلبي لكل واحد فيكم، كل محبة. المسيح قام، بحكي لكم لكل واحد فيكم، المسيح يحميكم، نور هذه القيامة دائما ينور قلوبكم، ينور بيوتكم، ينور أولادكم، أسركم، وخليكم دائما أبنائي وصات لكم بهذا اليوم، خليكم قريبين من الكنيسة، وما تخلوا زي ما حكيت لكم احتفالاتنا تأخذ بعد احتفالي واجتماعي، خلينا نحافظ على الروحانية. بترجاكم نعمة المسيح وبركة إلهنا القائم من بين الأموات تكون معكم. المسيح قام. اليوم يوم القيامة فلنتلل أيها الشعوب، لأن الفصح هو فصح الرب، وذلك لأن المسيح إلهنا قد أجزنا من الموت إلى الحياة
ومن الأرض إلى السماء نحن المنشدين ناشد النصر والظفر. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال ومنحنا حياة أبدية والرحمة العظمى. أيضا وأيضا سلام للرب نطلب. كيري إليسون ضد وغلص وارحم وحفظنا يا الله بنعمته يا رب ارحم. بعد هذه القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا وأطلالتات بطرية مريم يتوفى والدة الإله خلصينا مع جميع القديسين نودي أنفسنا بعضنا بعضا وكل حياة مسيح الإله لك يا رب. لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس لا نكر دار الداهرين آمين. هلموا بنا نشرب مشروبا جديدا ليس مستخرجا بآية باهرة من صخرة صامة لكنه ينبوع عدم الفساد بفيضان المسيح من القبر الذي به نتشدد. المجد لقيامتك المقدسة يا رب. إن البرايا بأسرها قد استوعبت الآن نورا السماء والأرض وما تحت الثرى فلتعيد إذن الخليقة لقيامة المسيح التي بها نتشدد. المجد للأب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دار الدهر. أيها المسيح المخلص إننا أمس قد دفنا معك واليوم نقيم معك بقيامتك. أمس قد صلبنا معك فأنت مجدنا معك في ملكوتك. هلموا بنا نشرب مشروبا جديدا ليس مستخرجا بآية باهرة من صخرة صامة لكنه ينبوع عدم الفساد بفيضان المسيح من القبر الذي به نتشدد. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. كريستوس أنستي إك نكرون ثاناتون ثاناتون باتيساس كيتي سندزني ماسي زوين خريصا منوس. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال ومنحنا حياة أبدية والرحمة العظمى. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. كيري إليسون أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته يا رب ارحم. بعد ذكرنا القدس القداسة الطاهرة
الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله خلصينا مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأنك أنت إلهنا ولك نرسل المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الدائرين أمين. سبقت الصبح اللواتي كنا مع مريم فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر وسمعنا الملاك قائلا لهن لما تطلبنا من هو في النور الأزلي مع الموتى كإنسان انظرنا لفائف الأكفان وأسرعنا وكرزنا في العالم بأن الرب قد قام وأمات الموت لأنه ابن الله المخلص جنس البشر ليقف معنا على المحرس الإلهي حبقوق المتفوه بالإلهيات ويرينا الملاك المتشي حضية قائلا شهارا اليوم خلاص للعالم لأن المسيح قد قام بما أنه على كل شيء قدير المجد لقيامتك المقدسة يا رب إن فصحان المسيح بما أنه فاتح المستودع البتول قد استبان ذكرا وبما أنه بشر قد سمي حملا وبما أنه منزه عن الدناس قد دعي لعب فيه وبما أنه إله حق قد سمي تاما المجد للأب والابن والروح القدس إن المسيح الذي هو إكليل السنة المباركة منا قد ذبح عن الكل باختياره كحمل حولي فصحا مطهرا ثم أشرق لنا شمس العدل من القبر بهيا زاهيا الآن وكل وان وإلى دار دائرين آمين إن داود جد الإله قد رقص بسرور أمام التابوت الظل وأما نحن الشعب المقدس لله وقد أبصرنا نجازة تلك الرموز فلنسر سرورا إلهيا لأن المسيح قد قام بما أنه على كل شيء قدير ليقف معنا على المحرس الإلهي حبقوق المتفوه بالإلهيات ويرينا الملاك المتشي حضية قائلا جهارا اليوم هو خلاص للعالم لأن المسيح قد قام بما أنه على كل شيء قدير المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت وواب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت وواب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت وواب الحياة للذين في القبور لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال ومنحنا حياة أبدية والرحمة العظمى يا رب رحم يا توالفا قدس والدة الإله خلصينا
Χριστό του Θεού παραθόμισθα. Λέκα Ιάρα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. لينا ابتكير أن مد لجينا دلجة عميقة ولنقرب أن للسيد التسبيح النقيع وذا الطيب الزكي ولنعين المسيح الذي هو شمس العد مصلعا الحياة للكل المجد لقيامتك المقدسة يا رب أيها المسيح إن المكبلين في سلاسل الجحيم لما لاحظوا غزرة تحننك الذي لا يقدر أسرعوا محاضرين نحو النور متهللين لك عاقدين فصحا أبديا المجد للاب والابن والروح القدوس الان وكل اوان والى دار الدائرين امين لنتقدمنا حاملين المصابيح للمسيح البارز من الرمس كاننا حاملوا ايلخة ولنعيد أن مع المراتب المحبية تعيد لفصح إلينا الخلاص لنبتكر أن مد لجينا دلجة عميقة ولنقرب أن للسيد التسبيح النقيع وذا الطيب الزكي ولنعاين المسيح الذي هو شمس العد مطلعا الحياة للكل مسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت وواب الحياة للذين في القبور مسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت وواب الحياة للذين في المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت وواب الحياة للذين في القبور لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال ومنحنا حياة أبدية والرحمة العظمى بسلام إلى الرب نطلب كريا ليصد أعبد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم بعد ذكرنا الكتل القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولة مريم معجنة القديسين والدة الإله خلصينا لنودع أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأنه قد تقدس وتمجد اسمك أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الدائرين آمين أيها المسيح لقد نزلت إلى سافل دركات الأرض فسحقت الأمخال الدارية المثبتة الضابطة المعتقلين وفي اليوم الثالث برزت نائضا من القبر كما برز ينال من الحوت المجد لقيامتك المقدسة أرى أيها المسيح يا من لم تفسد إغلاق البتولية في ولادتك لقد نهضت من الرمز حافظا ختومة صحيحة سالمة وفتحت لنا أبواب الفردوس المجد للاب والابن والروح القدوس
الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين آمين. يا مخلصي يا من هو القربان الحي غير الذبيح، بما أنه إله لقد قربت ذاتك للأب باختيارك، ولما قمت من القبر أقمت معك آدم وذريته كلها. أيها المسيح لقد نزلت إلى سافل دركات الأرض، فسحقت الأمخال الدارية المثبتة الضابطة المعتقلين، وفي اليوم الثالث برزت نائضا من القبر كما برز يونان من الحوت. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. خريستوس أنسيك نكرون ثاناتون ثاناتون باتيساس كتي سندز نيماسي زوين خريسا منوس. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال، ومنحنا حياة أبدية والرحمة العظمى. أيضا وأيضا بسلام إلى ربنا اطلب. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب رحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين. أيتها الفاكهة أنفسنا بعضنا بعضا جميع حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. لأنك أنت ملك السلام مخلص نفوسنا، ولك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا كل أوان وإلى دار الداهرين. ولئن كنت نزلت إلى قبر يا من لا يموت إلا أنك درست قوة الجحيم وقمت غالبا أيها المسيح الإله، وللنسوة حاملات الطيب قلت افرحنا، ولرسلك وهبت السلام يا مانح الواقعين القيام. يا مانح الواقعين القيام. إن الشمس الكائن قبل الشمس لما غاب وقتا ما في الرمس سبقت نحو الصبح بنات حاملات طيوبا يبتغينه كابتغاء النهار، هاتفات بعضهم لبعض هلما بنا يا حبايب لنضمخن بالعطور جسما حاملا الحياة ودفينا جسداً مقيماً لآدم الساقط الطريح في الضريح. هيا بنا مجدات ونبادرن كالمجوس متسارعات، ولنزدن ساجدات ولنقدمن طيوباً كمثل هداياهم لمن هو ليس ملفوفاً بأقماط بل مدروج في سبان، ونندب نائحات ونهتف صارخات يا سيدنا استيقظ ناهضاً يا مانح الواقعين القيام. يا مانح الواقعين القيام. في أحد الفصح العظيم المقدس هذا نعيد لقيامة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح المحيا. إن المسيح وحده انحدر لمحاربة الجحيم متنازلا، فصعد إذ أخذ غنائم الظفر الجزيلة سالبا، فله المجد والعزة إلى الأبد للدهور آمين. إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجدن للرب القدوس يسوع المعصوم وحده من الخطيئة. لصليبك أيها المسيح نسجد، ولقيامتك المقدسة نسبح ونمجد، لأنك أنت إلهنا وآخر سواك لا نعرف، وباسمك ندعى.
فهلموا يا معاشر المؤمنين نسجد لقيامة المسيح المقدسة، فها إن الفرح قد أتى بالصليب منتشراً في كل العالم، فلنباركنا الرب في كل حين ولنسبحنا قيامته، لأنه بمكابتته الصلب من أجلنا أباد الموت بالموت. إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجدن للرب القدوس يسوع المعصوم وحده من خطيئة، فلصليبك أيها المسيح نسجد ولقيامتك المقدسة نسبح ونمجد، لأنك أنت إلهنا وسواك لا نعرف وباسمك ندعو. فهلموا يا معشر المؤمنين نسجد لقيامة المسيح، فها إن الفرح قد أتى بالصليب منتشر في كل عالم، فلنباركن الرب في كل حين ولنسبحن قيامته، لأنه بمكافة الصلب من أجلنا أباد الموت موت حطام. إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجدن للرب القدوس يسوع المعصوم وحده من خطيئة، فلصليبك أيها المسيح نسجد لقيامتك المقدسة نسبح ونمجد، لأنك أنت إلهنا وآخر سواك لا نعرف وباسمك ندعى. فهلموا يا معاشر المؤمنين نسجد لقيامة المسيح المقدسة، فهإن الفرح قد أتى بالصليب منتشرا في كل عالم، فلنباركن الرب في كل حين ونسبحن قيامته، لأنه بمكابدته الصلب من أجلنا أباد الموت بالموت. المسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. إن الذي أنقذ الفتية من الأتون لما صار إنسانا تألم كما وبألمه سربل الميت جمال عدم الفساد أعني به إله أبينا المبارك والممجد وحده. لقيامتك المقدسة يا رب أيها المسيح، إن النسوة المتألهة البابهن قد بدرنا خلفك بطيوبهن، والذي كنا يلتمسنه كمائت وهن باكيت قد سجدنا له إلها حيا وهن فرحات، وبشرنا التلاميذك بالفصح السري. المجد للأب والابن والروح القدس. إننا معيدون لمتة الموت ولهدم الجحيم ولبكورة عيشة أخرى أبدية، متهللين ومسبحين. من هو علة هذه الخيرات؟ أعني به إله أبينا المبارك والممجد وحده. الآن وكل وان وإلى دار الداهرين آمين. بالحقيقة ما أشرف هذه الليلة الخلاصية المشاشعة وأجل أجل عيدها كونها سابقة الأنباء بنهار القيامة المضيء الذي فيه أشرق للكل من القبر جسمانيا النور المنزه عن الزمان. إن الذي أنقذ الفتية من الأتون لما صار إنسانا تألم كمائت وبألمه سربل الميت جمال عدم الفساد أعني به إله أبينا المبارك والممجد وحده. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين
الذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال، ومنحنا حياة أبدية والرحمة العظمى. سلام للرب نطلب. كيري ليس اضد وخلص وارحم وحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد هذه القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا واتلتت بطريات مريم مع جميع القديسين نودي أنفسنا بعضنا بعضا وكل حياة المسيح الليلة. يا رب. لأن ليكون اسم الكم بارك مجد أيها الأب والابن والروح القدس لا نكون دار الدائرين. آمين. إن هذا اليوم المدعو المقدس الذي هو أول السبوت وملكها وسيدها، إنما هو عيد الأعياد وموسم المواسم الذي في ملك المسيح إلى الأدهار. المجد لقيامتك المقدسة يا رب. هلم بنا في يوم القيامة المشهور نشارك ملكوت المسيح عصير الكرمة الجديد الذي للفرح الإلهي، مسبحينه بما أنه الإله إلى الأدهار. المجد للآب والابن والروح القدس. يا صهيون ارفعي الحاضك باستدارة وانظري، لأنه هو ذا أولادك قد تواردوا إليك كدرر مضاة من الله من المغارب والشمال والبحر والمشرق، مباركين المسيح فيك مدى الأدهار. الآن وكل وان وإلى دار الدائرين آمين. أيها الآب الضابط الكل والكلمة والروح الطبيعة الموحدة في ثلاثة أقانيم، الإله الفائق اللاهوت والجوهر، إننا بك نصطبغ وإياك نبارك إلى جميع الأدهار. نسبح ونبارك ونسجد للرب، إن هذا اليوم المدعو والمقدس الذي هو أول السبوت وملكها وسيدها، إنما هو عيد الأعياد وموسم المواسم الذي فيه نبارك المسيح إلى الأدهار. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. خريستوس أنستيك نكرون ثاناتون ثاناتون باتيساس كيتي سندس نيماسي زوين خريسا منوس. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال، ومنحنا حياة أبدية والرحمة العظمى. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. كيري ليسوع اضد وخلص وارحم
واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم. بعد ذكرنا الكتل القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأن اسمك مبارك وملكك ممجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. عظمي يا نفس الذي تألم طوعا وقبر وقام من القبر في اليوم الثالث استنيري استنيري يا أورشليم الجديدة لأن مجد الرب أشرق عليك افرح الآن وتهللي يا صيون وأنت يا والدة الإله النقية اطربي بقيامة ولدك عظمي يا نفس المسيح معطي الحياة الناهضة من القبر في اليوم الثالث استنيري استنيري يا أورشليم الجديدة لأن مجد الرب أشرق عليك افرح الآن وتهلل يا صيون وأنت يا والدة الإله النقية اطربي بقيامة ولدك المسيح فصح جديد وذبيحة حية حمل الله الرافع خطيئة العالم يا ما أشرف يا ما حب يا ما لذ نغمتك أيها المسيح لأنك قد وعدتنا وعدا صادقا بأنك تكون معنا إلى نجاز الدهر الذي نحن المؤمنين نعتصم به كمرساة لرجائنا فنبتهج متهللين اليوم الخليقة أجمع تبتهج وتفرح لأن المسيح قد قام والجحيم قد سوبي يا ما أشرف يا ما أحب يا ما ألذ نغمتك أيها المسيح لأنك قد وعدتنا وعدا صادقا بأنك تكون معنا إلى نجاز الدهر الذي نحن المؤمنين نعتصم به كمرساة لرجائنا فنبتهج متهللين المجد للأب والابن والروح القدوس عظمي يا نفسي عزة اللاهوت المثلثة الأقانيم غير المنقسم أيها المسيح الفصح الأجل الأمثل يا حكمة الله وكلمته وقوته أنعم علينا في نهار ملكك بأغفر حقيقة في نهار ملكك الذي لا يغرب أبداً الآن وكل وان وإلى دار الداهرين آمين افرحي أيتها البتول افرحي افرحي يا مباركة افرحي يا ممجدة لأن ابنك قد قام من القبر في اليوم الثالث أيها المسيح الفصح الأجل الأمثل يا حكمة الله وكلمته وقوته أنعم علينا في
في أوفر حقيقة في نهار ملكك الذي لا يغرب أبدا. إن الملائكة تفوى نحو المنعم علي أيتها العذراء النقية افرحي، وأيضا أقول افرحي لأن ابنك قد قام من القبر في اليوم الثالث. استنير استنيري يا أورشليم الجديدة، لأن مجد الرب أشرق عليك. افرح الآن وتهلل يا صيون، وأنت يا والدة لله النقية اضربي بقيامتي ولدي. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال، ومنحنا حياة أبدية والرحمة العظمى. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. كيري إليسون أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم. ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم والدة الإله خلصينا بعضنا بعضا جميع حياتنا للمسيح الإله. لك يا ترسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا كل أوان وإلى دهر الدائرين. فيهم لما ضاجت بالجسد نائما موتا معطلا وفي اليوم
الثالثه لما اضطجعت بالجسد نائما كمائت يا من هو الرب والملك أبطلت الموت معاطلا وفي اليوم الثالث قمت منبعثا وأقمت آدم من البلا منهضا يا فصح عدم الفساد وخلاص العالم لما اضطجعت بالجسد نائما كمائت يا من هو الرب والملك أبطلت الموت معاطلا وفي اليوم الثالث قمت سبحوه بحسب كثرة عظمته أيها المسيح نور
سبحوا آلامك الخلاصيات ونمجد قياماتك. سبحوا بلحن البوق، سبحوا بالمزمار والقيثارة، يا من احتمل الصليب وابطال الموت وقام من بين الأموات، سلم حياتنا يا رب بما أنك وحدك كلي الاقتدار. سبحوه بالطبل والدفوف، سبحوه بالأوتار وآلات الطرب. أيها المسيح يا من سبيت الجحيم مبيدا وأقمت الإنسان بقيامتك منهضا، أهلنا أن نسبحك بقلوب طاهرة ونمجد. سبحوه بنغمات الصنوج، سبحوه بصنوج التليل، كل نسمة فلتسبح الرب. أيها المسيح إننا نسبحك ممجدين تنازلك اللائق بالله، يا من ولد من البتول ولم ينفصل عن حضن الله، وتألم كإنسان واحتمل الصلب طوعا وانبعث من الرمس وريدا، كمن خدر لكي يخلص العالم يا رب المجد لك. Ευχαριστήτως Θεός και διασκορπιστήτως αν οι εχθροί αυτού και φυγέτως αν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών πάντα ιερών ημιν σήμερον αναδεδειχτέν Πάσχα καινών Αγίων, Πάσχα μυστικών, Πάσχα πανσεβασμίων, Πάσχα πιστός ολίτρωτης, Πάσχα απομός, Πάσχα μέγα, Πάσχα των πιστών, Πάσχα το πειλασίμιν του παραδείσου ανοίξαν, Πάσχα πάντας αγιάζων Χριστού. كما يباد الدخان يبادون وكما يذوب الشمع من أمام وجه النار، هلما من المنظر أيتها النسوة البشيرات، وخطيبنا سهيون قائلات اقبلي منا بشائر الفرح بقيامة المسيح، يا أورشليم اطربي بحبور وتهللي بسرور لمشاهدتك المسيح ملكك بارسا من القبر كختان. كذلك تلك الخطا من امام وجه الله، والصديقون يفرحون ويتهللون امام الله ويتنعمون بالسرور، إن النسوة الحاملات الطيب لما انتصبنا في دلجة عميقة
بزائي ضريح المعطي الحياة صادفنا ملاكا جالسا على الحجر فطفق يخاطبن قائلا لهن هكذا ما بالكن تطلبن الحي مع الموتى لماذا تندبن في البلا المنزعن البلا اذهبنا وبشرنا التلاميذ هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ولنتهلل به إن فصحنا الذي هو فصح الرب قد أطلع لنا فصحا مطربا فصحا جليل الاعتبار فصحا نصافح فيه بعضنا بعضا بفرح فيا له من فصح منقذ من الحزن وذلك لأن المسيح قد بزغ اليوم من القبر كالبازغ من الخيط وأوعب النسوة فرحا بقوله بشرنا الرسل بذلك Vaxa patri. المسيح قام من بين الأموات ودسا
Christos Anesti Ek Nekron Thanaton Thanaton Pati الآب والابن والروح القدس لنا وكل وان وإلى دار الدائرين آمين. كريستوس أنستي إك نكرون كما يذوب الشمع من أمام وجه النار مسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت وواب الحياة للذين في القبور كذلك يهلك الخطأ من أمام وجه الله والصدقون يفرحون يتهللون أمام وجه الله وتنعمون بالسرور Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας
كتي سندزني ماسي زوين خارصة منه. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل به بخور. مسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المجد للأب والابن والروح القدوس. مسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. الآن وكل آن وإلى دار الدين آمين. مسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين في سلام للرب نطلب كيريا لايسون. من أجل السلام من العلا خلاص نفوس الرب نطلب يا رب ارحم. من أجل السلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع للرب نطلب كيريا لايسون. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان ورعين وخوف الله للرب نطلب يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسن عبادة الأرثوذكسين إلى الرب نطلب كيريا لايسون. من أجل أبينا وبطريرك ناثيوفيلوس إلى الرب نطلب يا رب ارحم. من أجل أبينا ورئيس كرتنا كريستوفوروس إلى الرب نطلب يا رب ارحم. من أجل أبينا ورئيس كهنتنا بنادكتوس الكرم كرم قدام المسيح جميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب يا رب ارحم. من أجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنة فيها إلى الرب نطلب كيريا لايسون. من أجل اعتدال هاوية وغصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب يا رب رحم. من أجل اعتداله ومن أجلنا سائرين حسنا في البحر والمسافرين في البر والجو والمرضى والمضنيين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب كيريا لايسون. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب فخطر وشر ربنا اطلب يا ليسون. اهدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد هذه القداسه الطاهره الفائقه البركه المجيده سيدتنا واطلت البدريه مريم مع جميع القديسين نودي أنفسنا بعضنا بعضا وكل حياة المسيح لنا لك يا رب. لأنه ينبغي لك كتم كرام الجود أيها الأب والابن والروح القدس لأن أكرم دار الداهرين أمين.
هللوا لله يا جميع الله بشفاعة والدة الليلة يا مخلص مخلص رتلوا الاسم يعطوا مجدا لتسبحته بشفاعة والدة الليلة يا مخلص مخلص قولوا الله مرهب أعمالك بشفاعة والدة الليلة يا مخلص خلصنا كل الأرض يسجدون لك ويرتلون لك ويترنمون لاسمك أيها العلي بشفاعة والدة الليلة يا مخلص خلصنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين آمين بشفاعة والدة الليلة يا مخلص خلصنا سلام إلى الرب نطلب كيري ليسو وعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته يا رب رحم بعد ذكرنا الكت القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولة مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الدائرين أمين ليترأف الله علينا ويباركنا وليضئ بوجهه علينا ويرحمنا خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا فلتعترف لك الشعوب يا الله فلتعترف لك الشعوب كلها خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا ليباركنا الله ولترتعد منه كل أقطار الأرض خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير مائت لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الله والروح القدس خلصنا أيضا وأيضا بسلام إلى ربنا نطلب كيري ليسو وعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة
سيدتنا والدتي لا دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا جميع حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأنك الإله الصالح والمحب البشر ولك نرسل المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا كل أوان وإلى دهر الداهرين آمين ليقم الله ويتبدد جميع أعدائه ويهرم مبغضو من أمامي وجهه المسيح قام من بين الأموات وداس الموت ووهب الحياة للذي الدخان يبدون وكما يذوب الشمع من أمام وجه النار المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور كذلك يهلك الخطأ من أمام وجه الله والصديقون يفرحون ويتهللون أمام وجه الله ويتنعمون بالسرور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور حكمة فلنستقم إنك لسيس إفلويت طون ثيون كيريون إكبيغون إزرائيل صوني ماسي Thank you.
وداس الماء في الموت ووطب الحياة للذين في القبور. القدس الآن وكل وان وإلى دار الدائرين آمين. أنتم الذين بالمسيح هاليلويا.
أنتم الذين بالمسيح واصلح التي يمينك غرستها. إلى سنين έψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν την εφύτευσε η δεξιά σου. Εις πολλά ετή.
إلى سنين عديدة يا حسن العبادة يا رب خالص الحسن العبادة واستجب لنا الدكتور والجزيل الاحترام المقام من الله بطريركا على المدينة المقدسة أورشليم والسارع أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقانا الجليل وصهيون المقدسة أبونا وسيدنا لتكن سنو عديدة Μακαριωτάτου, Θεωτάτου και Παναγιωτάτου, Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης, Συρίας Αραβίας πέραν του Ιορδάνου, Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Ιών, πολλά τα έτη. Θεοφίλους του Λάμπου Λάκτας Τουμπάουι Βαλγαζίλου Λεχτήραμ Πατριάρχ Αλμαδίνα Αλμουκαντασα Ουρασσαλήμ وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقانا الجليل وصيون المقدسة أبانا وبطرياركنا لتكن سنو عديدا رستفورس الكلياتور والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس ساقف على مدينة كرياكوبولس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على مدينة عمان وتوابعها أبونا ورعينا لتكن سنو عديدة
Αρχιεπισκόπης Ιεραπολέος, υπέρ τίμου και εξάρχου Ανατολικής Ιορδανίας, ημών δε Πατρός και Επιμενάρχου πολλά τα έτη. Χριστοφόρος αλκολιοτόρη βαλγαζίλου λεχτήραμ المقام من الله رئيس ساقفة على مدينة كيرياكوبوليوس المقدسة المتقدم في الرئاسة والمتصدر في الرئاسة على مدينة عمان وتوابيعها أبونا وراعينا لتكن سنوادي. بولس الرسول فصل من أعمال الرسل القديسين الأطهار. تعال نصلي. إني قد أنشأت الكلام الأول ثاوفيلس في جميع الأمور التي ابتدأ يسوع يعملها ويعلم بها إلى اليوم الذي صعد فيه من بعد أن أوصى بالروح القدس الرسل الذين اصطفاه هم الذين أراهم أيضا نفسهم حيا بعد تألمه ببراهين كثيرة وهو يتراءى لهم مدة 40 يوما ويكلمهم بما يختص بملكوت الله وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا تبرحوا من أورشليم بل انتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني فإن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس لا بعد هذه الأيام بكثير فسأله المجتمعون قائلين يا رب أفي هذا الزمان ترد الملك إلى إسرائيل فقال لهم الرب ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة أو الأوقات التي جعلها الآب في سلطان هوني الخادم معه لكنكم ستنالون قوة بحلول الروح القدس
عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي جميع اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. السلام لك أيها القارب ولكافة الشعب. الحكمة فلنستقم ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. مجد لك يا رب المجد لك. فلنصغي. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وإلها كان الكلمة. هذا كان في البدء عند الله، كل به كان وبغيره لم يكن شيء مما كون. به كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، والنور في الظلمة يديم والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء لشهادتي ليشهد للنور، لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل كان ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آت إلى العالم. في العالم كان، والعالم به كون، والعالم لم يعرفه. إلى خاصته أتى، وخاصته لم تقبله. فأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يكونوا أولاداً لله، الذين يؤمنون باسمه، الذين لا من دم ولا من مشيئة لحم ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا. والكلمة صار جسدا وحل فينا، وقد أبصرنا مجده، مجد وحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقاً. ويوحنا شهد له وصرخ قائلاً: هذا هو الذي قلت عنه، إن الذي يأتي بعدي سار قبلي لأنه متقدمي. ومن ملئه نحن كلنا
أخذنا ونعمة عوض نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي. وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح حصلا. بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ والحمد، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ والحمد، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ والحمد. إلى الرب نطلب يا رب ارحم، ليس أحد من المرتبطين بالشهوات والملاذ الجسدية مستحقا أن يتقدم إليك ويخدمك يا ملك المجد، لأنك خدمتك عظيمة الشأن رهيبة عند نفس القوات السماوية أيضا، ولكنك بمحبتك للبشر الذي لا توصف ولا تحد سرت إنسانا بلا استحالة ولا تغير، وكنت لنا رئيس كهنة وسلمت لنا خدمة الكهنوتية لأنك غير الدموية بما أنك سيد الكل، لأنك أنت وحدك تسكن Ooh.
المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة والمحتفلين بهذا العيد الإلهي الشريف مع زوار القبر المقدس قابل الحياة ليذكرهم رب الإله
في ملكوت السماء كل حين لنا كل وقت وإلى دهر الداهرين. آمين. جميعكم مع جميع المسيحيين الحسنين لعبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة مع نسائهم وأولادهم ليذكر رب الإله في ملكوت كل حين لنا وكل وان وإلى الدار الزاهرين. آمين. رئاسة كانوتك ليذكر الرب الإله في ملكوت السماء كل حين لنا كل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. أبانا وبطريركنا ثيوفيلوس أخانا وشريكنا في الخدمة المتروبوليت بنادكتوس المجمع المقدس مع أخوية القبر المقدس مع كهنة ورعاة هذه الكنيسة المقدسة الإيكونوموس إبراهيم وبولس وبتروس جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة والذين تغيبوا عنا لأسباب مرضية لدى الرب مع جميع الذين في الضيقات والأحزان والأمراض والشدائد وجميع الذين يخدمون ويتعبون ويرتلون في هذه الكنيسة المقدسة مع الشبيبة والكشافة وجميع الذين ذكرت أسماهم على المذبح المقدس من أحياء والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. أبانا وبطريركنا ثيوفيلوس يذكر رب الإله في ملكوتك كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. رئاسة كهنوتك ليذكر رب الإله في ملكوت كل حين لنا كل وان وإلى دار الداهرين. آمين. جميع الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا وجميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين مع البطريرك ثيودوروس المتروبوليت قسطنطين رئيس الأساقفة سيلفستروس والمتروبوليت أريستوفولوس مع جميع الكهنة والذين خدموا في جميع كنائس وأديرة المملكة وجميع الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا والذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. رئاسة كهنوتك ليذكر تحتفوا حول
كيروس يحل عليك في حالي غيري كل حين منظور إلى الرب نطلب يا من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان ولا نغافل ربنا ليسون نجاتنا يا رب ارحم تغلظ وارحم وحفظنا يا الله بنعمتك كل كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسال يسجب يا ملاك سلام رجلنا مينا عبد نفوسنا زاد الرب نسال غفران خطيانا وصفا عن ذنوبنا من الرب نسال الصالحات والموافقات نفوسنا السلام العالم ربنا استجب يا رب أن نقضي غابر زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل أن تكون آخر حياتنا مسيحية سلامية بالعزم والخزيان وجوابا حسنا لدى البر المسيح المرو بنسال بعد ذكرنا الكتل القداسه الطاهره الفائقه البركه المجيده سيدتنا والدة الله الدائمه البتوله مريم مع جميع القديسين لنودع انفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الاله يا رب مبارك الموقع ومروتك الكل كتره الصالح والمشيح الآن كل وعدين وإلى داخل تكريم آمين ولروحك أيضا لنحبنا بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقر بآب وابن وروح قدوس ثالوث متساو في الجوهر وغير الأبواب الأبواب بحكمة فلنصغي المسيح قام بإله واحد آب الأرض خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس القبطي وتألم وقبض
الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ممجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. لنقف حسناً، لنقف بخوف، لنثني إلى تقديم القربان المقدس بسلام. رحمة سلام ذبيحة تسبيح. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم ومع روحك. لنرفع قلوبنا فوق هي لنا عند الرب، لنشكرن الرب لحق وواجب. حق وواجب أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونسجد لك في كل مكان سيادتك، لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحده العقول ولا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو بلا تغير، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس. وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود، ولما سقطنا عدت فأقمتنا، ولم تنفك تعمل كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكوتك المستقبل. فمن أجل كل ذلك نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس على كل ما وصل إلينا من الإحسانات مما نعلمه ومما نجهله، ظاهرا كان أم خفيا. ونشكرك أيضا على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك، الشيروبيم والسرافيم ذوي الستة الأجنحة والكثيري الأعين يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين. وبتسبيح الظفار مرنمين وهاتفين وصارمين وقائلين: نهتف نحن أيضاً مع هذه القوات المغبوطة أيها السيد المحب البشر، ونقول: قدوس أنت وكلي القداسة، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، قدوس أنت وكلي القداسة ومجدك عظيم الجلال. يا من أحب عالمه بهذا المقدار حتى إنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يحصل على الحياة الأبدية، يا من أتى وأتم كل التدبير الذي من أجلنا، ثم في الليلة التي أسلم، بل بالأحرى أسلم نفسه فيها من أجل حياة العالم، أخذ خبزاً بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب
وشكر وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: خذوا كلوا، هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلا: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. آمين. ونحن لتذكرنا هذه الوصية الخلاصية وكل ما جرى من أجلنا، الصلب والقبر والقيامة ثلاثية الأيام والصعود إلى السماوات والجلوس من عن اليمين والمجيء الثاني المجيد. صلاتي لك من ملكا نقدم خلاكا على كل ساعي ومن زيختي كل ساعي. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا. إن نقدم أيضاً لك هذه العبادة الناطقة غير الدموية، ونرغب إليك ونطلب ونتضرع، فارسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. واجعل أما هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم. آمين. بارك يا الكأس المقدسة. وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك الكريم. آمين. بارك سيد كليهما، محولا إياهما بروحك القدوس. آمين. 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 حتى يكونا للمتناولين لانتباه النفس لمغفرة الخطايا لشركة روحك القدوس وملء ملكوت السماوات والدالة لديك، لا لدينونا ولا لقضاء علينا. ثم نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين ارتاحوا من هذه الحياة أيضا، من الأجداد والآباء، رؤساء الآباء والأنبياء، الرسل والكرزة، المبشرين والشهداء، المعترفين والنساك، وكل روح صديق توفي على الإيمان. أيتها العذراء التي قبلت بالملاك السلام وولدت خالقها، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك. إياك نبارك، إياك نشكر يا الطاهرة الكرة القداسة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة الباتولية مريم. عليها أيتها العذراء النقية
ونقرب لك هذه العبادات من اجل مسجد الكنيسه الجامعه المقدسه الرسوليه، من اجل العائشين بالطهاره والسيره الحميده، من اجل ملوكنا المؤمنين وخدمنا ومعسكرهم. انحهم يا رب ان تكون ممالكهم في سلام، لكي نقضي نحن ايضا في ذلك. عظيم هو اسم الثالوث القدوس في اليوم الثالث الذين قدموها والذين قدمت الثالوث القدوس قد أشرق عليك أيتها الفائق القدس والدة الإله خلصينا. عظيم هو اسم الثالوث بطريركنا ثيوفيلوس، وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامة. اذكر يا ربنا بانا ورئيس كانت نغرس نفوروس، وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما من الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامة. واهلنا جميعا والقادرين على فكر كل واحد حاضرين جميعهم وجميعهن واعطنا ان نمجد بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكلي الاكرام والعظيم الجلال ايها الاب والابن والروح القدس لنا كل وان وإلى دار الدائرين. آمين. ولروحك أيضا بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى الرب نطلب أجلنا إلهنا المحب البشر الذي تقبل على مدى السماوي العقل المقدس براحة طيب روحاني زكي يرسل عوض النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب أجلنا جاءتنا كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب عدد وخلص وارحم فضنا يا الله بنعمتك أن يكون نارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة
من ربنا سأل استجيب يا ربي ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا السادنا من ربنا سأل فران خطايانا صفان ذنوبنا من ربنا سأل صالحات والموافقات لنفوسنا سلام للعالمين من ربنا سأل يا غابر زمان حياتنا بسلام وتوبة من ربنا سال تكون آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي جوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسال بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان شركة الروح القدس لنودعنا أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله يا رب واهلنا أيها السيد أن نشكر بذلة على ندعوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن الروح القدس على أنا كل وعين وإلى داخل داخرين أمين السلام لجميعكم ولروحك أيضا لنحن روسنا للرب لك يا رب نشكرك أيها الملك الذي لا تدرك الأبصار يا من بقدرته التي لا تحد خلق كل البرايا بكثرة رحمته أبرز كل الأشياء من العدم إلى الوجود أنت أيها السيد اطلع من السماء انظر الذين أحنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم بل لك أيها الإله الرهيب فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلن حدوثه من الأمور حتى يكون للخير لنا جميعا على حاجة كل واحد منا سر مع السائرين في البحر ورافق المسافرين في البر والجو واشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأسادنا بنعمة رافات ابنك الوحيد ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه وما رؤيك الكل قدس الصالح والصالحة لا نأكل عن دار الداهرين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا اصغي من مسكينك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلم لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا ها هنا غير منظور أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني القدسات للقديسين أمين قدوس واحد رب Λίρωμα ποτηρίου πάσης πίστεως λύρης πνεύματος ευλογημένης
ليقوم الله ويتبدد جميع أعدائه ليقوم الله ويتبدد جميع أعدائه ويهرب مبغضو من أمامي وجهه إن فصحان المسيح المنقذ قد اتضح لنا اليوم فصحاً شريفاً فصحاً جديداً مقدساً فصحاً سرياً فصحاً جليل الوقار فصحاً بريئاً من العين فصحاً عظيماً فصحاً للمؤمنين فصحاً فاتحاً لنا أبواب الفردوس فصحاً مقدساً جميع المؤمنين كما يباد الدخان يبادون وكما يذوب الشمع من قدام وجه جسد ربنا هلم من المنظر أيتها النسوة البشيرات وخاطب صيون قائلات اقبلي منا بشائر الفرح بقيامة المسيح يا أورشليم اطربي بحضور وتهاني
ملكك بارزا من القبر كختام. كذلك تهلك الخطأ من أمام وجه الله، والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور. إن النسوة الحاملة الطيب لما انتصبنا في دلجة عميقة بإزاء ضريح البط الحياة صادفنا ملاكا جالسا على الحجر، فطفق يخاطبهن قائلا لهن هكذا ما بالكن تطلبن الحي مع الموتى، لماذا تندبن في البلا المنزهة عن البلا؟ اذهبنا وبشرنا تلاميذا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، لنفرح ولنتهلل به. إن فصحنا الذي هو فصح الرب قد أطلع لنا فصحا مطربا. من كان حسن العبادة ومحبا لله فليتمتع بحسن هذا المحفل البهيج. من كان عبدا شكورا فليدخل إلى فرح ربه مسرورا. من تعب صائما فليأخذ الآن أجرته دينارا. من عمل من الساعة الأولى فليقبل، حقه واجب. من قدم بعد الساعة الثالثة فليعيد شاكرا. من وافى بعد الساعة السادسة فلا يشكن، فإنه لا يخسر شيئا. من تخلف إلى الساعة التاسعة فليتقدم غير مرتئب. من وصل الساعة الحادية عشر فلا يخشى الإبطاء، لأن السيد كريم جواد، فهو يقبل الأخير كما يقبل الأول. يريح العامل من الساعة الحادية عشر، يربح العامل من الساعة الحادية عشر كالذي يعمل من الساعة الأولى. يرحم من جاء أخيراً ويرضي من جاء أولاً، يعطي هذا ويهب ذاك، يقبل الأعمال ويسر بالنية، يكرم الفعل ويمدح العزم. أيها الأولون ويا أيها الآخرون خذوا أجرتكم، أيها الأغنياء ويا أيها الفقراء افرحوا معاً. سلكتم بإمساك أو توانيتم اكرموا هذا النهار، صمتم أم لم تصوموا افرحوا اليوم. المائدة مملوءة فتنعموا كلكم، العجل سمين فلا ينصرف أحد جائعاً. تناولوا كلكم مشروب الإيمان، تنعموا كلكم بغنى الصلاح. لا يتحسر أحداً شاكياً فقراً، لأن الملكوت العام قد ظهر. ولا يندب معدداً أثاماً، لأن الفصح قد بزغ من القبر مشرقاً. لا يخشى امرأ الموت، لأن موت المخلص قد حررنا. هو أخمد الموت لما مات، وسبى الجحيم لما انحدر إليها. فتمرمرت حينما ضاقت جسده، وهذا عينه قد سبق أشعياء فعاينه قائلاً: لقد تمرمرت
تمرمر الجحيم لما صادفتك داخلا تمرمرت تمرمر لأنها قد ألغيت تمرمرت تمرمر لأنها قد أبيدت تمرمرت تمرمر لأنها قد ربطت تناولت جسدا فآفيته إلها تناولت أرضا فلافيتها سماء تناولت ما كنت تنظر فسقطت من حيث لم تنظر فأين شوكتك يا موت أين انتصارك يا جحيم قام المسيح حقا قام وأنت صرعت قام المسيح حقا قام والشياطين سقطت قام المسيح حقا قام والملائكة فرحت قام المسيح حقا قام فأنبعت الحياة في الجميع قام المسيح حقا قام ولا ميت في القبر قام المسيح حقا قام من بين الأموات فصار بكورة الراقدين فله المجد والعزة إلى دهر الداهرين آمين. كل سنة وأنتم سالمين أبنائي المسيح قام.